مرحبا. عبد الرزاق العود، رئيس اللجنة التقنية بالجامعة الملكية للرياضة تحت المائية. كنا مشاركين في تايلاند في كأس العالم، حيث حزنا المرتبة الأولى في جميع المنافسات. تمكنا من 13 ميدالية ذهبية و8 فضية، والحمد لله كانت مشاركة جيدة. نتمنى نشاركوا في المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، سميتي نور الدريسي حسني، بطلة في الغوص الرياضي. حنا جد فرحانين كما كتشوفوا، استقبلونا بحرارة وكل شيء. المسابقة دازت مزيان وتمكننا نجيبوا اللقب ديال بطولة كأس العالم ديال الغوص الرياضي، وإن شاء الله هذه ماشي المسابقة الأخرى، وغنزيدوا نوجدوا المسابقات الماجيين وباش نشرفوا بلادنا. شكرا. لقيتوا صعوبات؟ كل كان المنافسين كانت فرنسا، كانت تايلاند، كانوا بلدان مختلفة، مي الحمد لله حنا كنا وجدنا لهذه المسابقة، كنا مستعدين. إذا النشيد المغربي كنسمعوا النشيد الوطني المغربي. السلام عليكم، معكم توفيق العماني، لاعب المنتخب الوطني للغوص الرياضي والأنشطة تحت المائية. شاركنا في بطولة في كأس العالم، في نهائي كأس العالم في المملكة ديال تايلاند. الحمد لله حققنا نتائج مبهرة، وكنا هم المغاربة هم الفائزين بهذه البطولة هذه. المنافسة كانت قوية من الدول اللي كانت متواجدة. الحمد لله قدرنا أننا نسيطروا على هذه المرحلة هذه، على هذا النهائي هذا. وكانت مجهودات جبارة، والوقوف ديال الجامعة الملكية المغربية والأندية ديالنا، رفعنا الراية المغربية في تايلاند في بوكيت. الحمد لله النشيد الوطني تعاود شحال من مرة، والراية طلعت شحال من مرة، والمرتبة الأولى ما هودتش، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية ما هودتش منهم الراية المغربية. النشيد المغربي الوطني نعم، لو كيعاود حفظوه صافي ولا ضروري. والحمد لله كنشكر الجامعه الملكيه المغربيه للغوص والانشطه تحت المائيه على المجهودات ديالها معنا والتاطير ديالهم. والحمد لله غادي كنرفعوا حنا التحدي، وكان هاد الساعه هادي كنقرعوا الناس ديال هاد اللعبه هادي، وان شاء الله نحققوا نتائج مبهره في القادم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، عبد العزيز الازرق، رئيس الجامعه الملكيه للغوص والانشطه تحت المائيه. اليوم الحمد لله جانا الفريق الوطني للغوص، وخاصه اللي شارك في الغوص الرياضي من البلد الشقيق تايلاند، وخاصه اللي هما كانوا لعبوا في الجزيره فوكات. الجميل من هذا هو انه المغرب الحمد لله بالنتائج اللي توصلوا بها هنا، رجع في المرتبة الأولى عالميا في الغوص الرياضي، اللي كان قبل كان تحت المرتبة الثالثة، كان البلد الأول هي روسيا، والثانية كانوا البيلاروس، والمغرب كانوا يحتلون المرتبة الثالثة. ولكن الآن الحمد لله فضل الله عز وجل، ثم الجهود اللي قامت بها الجامعة والمشاركات مؤخرا اللي كانت عندنا في البطولة العالم في مدينة الفنيدق، بقاو الحمد لله في نفس المستوى، نفس النيفو اللي فيه، حتى ملي مشاو لتما ما كانش مفاجأة، ولكن كنا منتظرينها، ولكن بواحد التفاؤل اللي شي شوية أنه نالوا جميع الميداليات الذهبية، والمرتبة الثانية كذلك كانت المغاربة كاع كلهم، وهذا الحمد لله شرف لنا كبير. وهذه النتيجة تنهديوها لصاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره. وكذلك من الأمور اللي قالوا لي لا الأبطال ولا رئيس الوفد، أنه حتى التايلانديين بكثرة ما كانوا تيسمعوا النشيد الوطني حفظوه، وبداو تيردوا الله الوطن الملك فيه، لأن ساعة ساعة هما اللي كانوا تيطلعوا الحمد لله البوديوم. فهذه نتيجة جميلة جدا. هذا تعني أنه الحمد لله في الجامعة الملكية
عارفين التظاهرة اللي خصنا نقوموا بها ولا لا ديسيبلين اللي خصنا غادي نعتمدوا عليها باش ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى روسيا المرة الثانية الى لعبنا معها غادي نكونوا فايتينهم ان شاء الله. شكرا. Thank you.